بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وضيال ميركز توتوكتان وحاد كسو دواتان ورك عربسية نيوز وخميس بشنا ايتها عشان يطبنك بش اكتوبر لبكن يلباتان قد بدا الوركي قد كودا وندون تان وحا كميدا حيصد دقال ايا وحا لقد ريمي ياد ديغان كبو عمي او كتر سان قبل كا زول حسبيق معارض كا وداني ايا دليلا دق وحا ووسو تيدي قدومياها يادا شقالها دولادا يويلو دالي مدحوينها ودان كا مريكان كا دونالد ترام او لغي حلي عدل كا كوفر ساقال يطبن سعوديقو قول درق كالي كلا كل مي عدين تي كان دعضي قرمه دمدوبي داوضي الكواس وقار كميده قدو بدو قدو كرولو وركين كوا ايو كوا كلو فافاسن نوحاد كودا واندونتان وركين نوفتسم لكن انتكو الرئيس ودي القروبة قدر ديك بلشد كون سفر يسعود لقلين مقالية سوق نتهجين مركات صرفتون إنسان سفضوا واحد وغيشان صرف لها عبد الناصر كذا صرفوا ساعد كستا صرف لها عبد الناصر تحركا وقفي عن السوق نعيد اللعبت أردان يدينكو هذه السنة لنبريد ساعدك يئيد دهبك إهالك نيدين كموقضة هذا باكو حرنا هذا صرف لها عبد الناصر وكلا حرير تليفون هذا شاشة دكاغا موقضة حيث دقال ومانتا لغد ريمي يديغان كبو عمي قبل كسول ورق نغسو غاري يمغالا دبو عمي قبل كسول يا شيغيين هالكاسي مانتا اي كتاغان تاي حيث دو دحيس عيدا مدى قران كسومالي لان يمليشيات وبيسان او تاغيرسان مامول كبوت لان حيث دان ايا تميد كدي مركي دوليد كمغالا دبو عمي قبل كسول اي اسكوس ورسادين مليشيات وبيسان كواسو دوني ييني مغالا دبو عمي كلوريغان عيدا كقران كسومالي لان يد كمغالا دبو عمي يا ورباهين تاو شيغيني سوين مانتا u dareemayaan xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada qaranka Soomaaliland iyo Maleeshiyaad koobaysan ee maamulka Puntland saraakiisha ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sool wali kama hadlin xiisada dagaal ee u dhaxeysa ciidamadooda iyo kuwa Puntland hase yeeshee waxa xusid mudan in deegaanka ka tirsan gobolka Sool ay hore ugu dagaalameen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland iyagu oo wali isku hor fadhiyay deegaanka meelo kamid ah gobolka Sool xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhalil aad ugu soo jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga wadani maxamed sidiiq dhame oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa dhalil aad ugu soo jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda shaqaalaha dawladda ayaa booy ka qayb galay shirki afraad ee shirweyne xisbiga gudoomiyaha kaas oo aan sharci ah shaqaaluhu qoray inay ka qayb galaan وكان ممنوع عليهم. وحنا هذا بحنا حسيان دوميا هاي الشقارة إلى طلابة قادم وحنا وحنا إلى نحكى هاي هاي الشقارة أدامي هاي كمان كم الحس فيها كل مية كل هي سبعة فرعان هذا هاي كم ما دوش يعني إنه شرح بيسوي هو كله لكن واحد حسوسين فرحان قدام الدنيا هيدا حيرة وحيرة ترى حنين تقدام حكومة اليوم هيدا هم راح بنان حير نمبر 71 2015 بس عاد ودي ليا الدنيا هيدا شغالة هي الدنيا شغالة إن آري سياسة كتير كريم وعارفين نقول كريم قدوك سيدي سيدي تنادوك اللي هاي في الغدي سعبات بدح لها هاي لها وكارا لها شركة لها هي مشاريع حكومته بارك لها غير يبقى لها قولها وسيلة وحكار ريبا إن أي سؤون أقولوا بيشان سياستها وحيحة بارما باسي وحنفقنا بدومية هاي تشقاله وانوار جميلا ونحكا هاي شقدا نغيره بينه وكشيء جاي في سبتشوه، وقدر وكشيء جاي هو بدي وقت وسيء من حوالها واحد يوم يحس بالكمية، واه وقد أوت بيت لا، وفي سرعة في بشر، هلك وشرك ما خدم عليه،
لحدي بشر السجن الشيلي وهذا اللي لحدي بشر وهو قري شركة كنت دي قبل قارئ سي شركة يبدوميه سي أكرمية لحوينها تصبحي وحرام وارنا إلى إسكتها هايون قوة مقرشي وحنا هذا وكوكا القرام هايون ويبدوميه هايون هذا الرعلي إن وهذا القوة مليانة حسب الأكرمية إن أنا بوريه لحي شركة كسوة بحي شغالي دولي هل يمكنك ان فرحان الى ان تكون مسلما 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 تكون وسارة المالية إيه كتيره شقارة شقيرة قرطة إيه كتيره شقارة شقيرة وحكمة تدمر القاهرة إن تابوا هاي المقاعدوني بحال كتيره ليس كحس من آه وصوص على إسكتي ودومي على شقارة وحنو على نسيب الروي إنه دري عمليو أنا هوبي أو أي معي بودي يحب القاهرة إنسان waxaan ku habboon tahay masuulka xafiiska umada oo uu u yahay oo ku dhaartay mushi cadaalada ku adeeyo inaan miyada xafiiska u joogaan bay ka sheegay oo soo fadhigayna shaqaalaha labaatan ka ah waxaan u diiday xeer inaan ku minno baa oo foo mooyada isweera qarka ku geeyta laakiin laba shaqo ma qaban karo laba fursad isku ma heli inuu shaqaalada dowladda noqdo cashuur oo madal qaato oo hadda xisbi ka mid noqdo xil ka qaato marka anagu ka sugeeyay ka jawaabtii ee going baa waxaan soo baxday liiskii golaha dhexe haddana laba shaqaale ku jira aan gudoomiyaha hay'adda wuxuu madii haddana la hortaagay yahay isagu leeyahay shaqaale kuma jira anagu liiskii laba qof baan lahayn marka gudoomiyaha miyaanay miyaanay hadda ka muuqanayni in aan dhex ka ahay shaqada la hayo oo aan dhex u ahay shaqaalaha oo maamulo oo shaqaalaha kulmiyana aanay qabanaynin ishiisu shaqaalaha mucaaradka ama sun u ah ama aragti qorana wiiga lagu weriyey imaga toddobaadka inuu ku jiro inan baa lagu weriyey ashaxmarin oo loo shaaciyin oo xafadka haddana shaqaalihii dowladda oo farxaan maamulay waa kuwan laysii golaha dhexe xisbiga kulmiya ku jira waxaan xusuustaa 29-kii noofambar 2016 gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee ka horreeyey farxaan aadan haybe shirmaakadii mar aan u diray warqada oo shaqaalaha dowladeed oo shirkii dhalinyarada kulmiya ka qayb galay waa shaqaalihii ugu yaa sidiina buhana warqadii intu ka soo jawaabay ayaa shaqaalihii kala doorisay inay dowladda u shaqeeya iyaga xisba ku biira xaqna u leeyahay qofka xisbigiiba ku biireen oo farxaan waxa ummadda soomaaliland u sheegay in aan lagu kalsoonaan karin fariimaha uu ummadda u soo gudbiyay maadaama uu yiroo sheegay labiyo tobankii bisha oktoobar ayuu ku jiro in shaqaale dowladeed aanay golaha dhexe xisbiga kulmiya ku jirin ay ka daran ku jiraan lagaatareeye shaqaale aanu hayna liiskooda oo ka mida golaha dhexe xisbiga kulmiya sharcigana haddii aanu la ilaalin waa in hay-adaha sharcigan iyanoo aan la ilaalin iyo waxay noqonaysaa jaantaarma waxaanu codkooda ku sheegaynaa xisbi ahaan in aanu aragno inaanu farxaan dhex ka ahayn hay-adda shaqaalaha dowladda iyo mas-uulka ugu yahay qaranka waxaanaanu soo jeedinaynaa inaanu laamaha kale ee khusaysay aan uga sii gudbi doono ummaddan aanu soo bandhigi doono shaqaalaha dowladda ee liiska golaha dhexe rasmiga ku jira waxaan aanu gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha u baaqayna sharciyadda inuu kusoo noqdo dhex ummadda inuu noqdo inaanay guurwadeyntu ka dhindhatirin runta rasmiga ah shaqaalaha dowladda ee u maamula inaanu mucaaradii maxaafad u kala qurin ee ay noqdaan shaqaalihii qarankan mushaharka u qaadanaya cashuurta inay noo adeegaan qawaaniinta shuruucda ruuxa ee ka mamnuucda ee sameynaya fulinaya.
ويلو دالي مدحوين ترام وافريتو منجيره ايا لغي هيري فيروسكا كورونها بلسا سيدا اي شاك تيمر ودكو واد مريكان كمالينا ترام ويل كاسي او لغو مغا عبو بارون ايا عدر كحاتن كبوكسدي مالينا ايا شاك تيني آدوغا عبسطي حالة دا بارون كدي مركي لغي هيري عدر كوفيد ساقالية طبان بلسا وحاين تاسي كودر تي إن سي وناغو يحي ويل داير سيدا او غيرنا اينا كموقن استامي عدر كاسي مدحوين ترام يحاسكي سمالينا ايو هرا عدر كانو حاليلي بلساهاتن كبوكسدي ترام ايا مركي دنبشيغي ان ويل كيسا بارون وحنون كاني حيي مدى آدو ير اسلا مركانو كبوكسدي ما داما بو يلي دفاعيسا جيركو آد واناكسيني حي وحا انتاسي كودرين بارون وتسارفي عنو يحي عروتا دالكاسي مريكان كي يسيدا اي اد كيسيغا وويلان كران عدر كاسي داسي او غيرنا اي تهاي اندوكسيادا دالكا ديب لوفرو سيدا وغدخصاها بدان هر انتاسي ايا وحا آدو غسو هرشيسدي ورر كميدوغ معلمين تدالكاسي kuwa oo ku dooday in ay suurtagal tahay in macallimiin badan ay qaadaan cudurkaasi sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins cudurkan COVID-19 ayaa guud ahaan dalkaasi Mareykanka waxa uu soo riitay 7.8 milyan oo qof halka ay u dhinteen qiyaastii 216 kun oo qof السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ولا الكورن أديك هوديلك سيدي اللي قوكو أديكي ساندوني لك بدن بليو أديكي ما يو والله هو يولي ما نهيلين قاري لكن قار إيقاسو هرييي ودنك أو أنو اسكميل كشاقين كرني وحبا يعسوه مكاسي درتيد بانو راجي بلدك هم ويدين يا يان رانا يا بلها كيس تاني يقو دوي taanu gubariga wadanka ugu dambeeyay markatooyo iyo waxan kuul baabuur baasa loo raaci jiray oo aanu garanaynay meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogti teeda kala de ku ibraan istaamihi maxay ahayd istaamadii ibraan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaam iyo istaaniyo badaha ku dilniya madan waxaan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudeelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo chamtoono soo bixin aad halka tigidka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhixisan ka dalmanaya telefoonkayga dhixisan ka dalmanaya waa tabti halkan waxaan ana imka tigidkaaga halka kaaga goynaya ku qor Play Store ka mobile kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store ka mobile kaaga application ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo geli taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information ka ticketkaaga dooro lacag bixin dooro saad ama idahab dooro nambarka ama geli nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg ticketkaaga hooyo shirkada raqal la maarag la maqal bariya galbeed ii soo duceeyo ilaahay isku ka nabad keeno daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareed intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono dhamaantay waxa niga tagnaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh